نعم نحن في الدنيا لا نسلم من المصائب والهموم والأنكاد ومنغصات العيش، لكن حق علينا والله إذا عقلنا وفقهنا معنى الفرح بالله وبالعبودية لله أن تتسع حياتنا وقلوبنا فرحاً بما كتب الله لنا. نفرح أولاً بالله جل جلاله ربنا وخالقنا وإلهنا وسيدنا ومولانا، نفرح بطاعة تقربنا إلى الملك إلى الكريم إلى الغني الحميد سبحانه. والله ما أشد فرحة العبد في الوقت الذي يشعر فيه أنه أقرب إلى الله وأنه متلبس بطاعة يحبها الله وأن الله عز وجل يحب منه ذاك العمل فيفرح لأنه أقرب إلى الله عز وجل. نفرح ثانياً لأنها عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، كل من أدرك رمضان فصام يؤدي ركناً من أركان الدين العظام، كما يفرح كل من صلى فريضة من الفرائض الخمس كل يوم. عبد الله إن صليت فرضاً فليمتلئ قلبك فرحاً، فرحاً يبدد كل هم وغم وحزن وكربة. نعم نحن في الدنيا لا نسلم من المصائب والهموم والأنكاد ومنغصات العيش، لكن حق علينا والله إذا عقلنا وفقهنا معنى الفرح بالله وبالعبودية لله أن تتسع حياتنا وقلوبنا فرحاً بما كتب الله لنا. نفرح ثالثاً بزمان مبارك فاضل كتب الله لنا غشيانه، وها نحن نعيش أول أيامه وأوشكت على الانصراف وستنقضي تباعاً. نفرح رابعاً ببلوغ طاعة حرمها بعض المسلمين، مرضى وكبار السن وطرح فرش ومنومون في المشافي، وآخرون ممن لم يهدهم الله عز وجل فما كتب لهم إدراك هذا الفرض وأدائه مع العباد. نفرح كل يوم وعام يزيد فيه المرء قربة وطاعة لأنه غنيمة، ومر بكم حديث الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.